واضحة يمكن طلاب الشاشة. نعم أستاذ واضح. طلاب إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الثانية طبعا من الكومبايلر. راح نركز في هاي المحاضرة على الأوبجكتيف، الهدف من هذا المحاضرة. We will learn about the compilation process. We will elaborate more about the architecture of compiler. طبعا هي مهمة جدا، the architecture of compiler. راح ناخذها واحدة واحدة. We illustrate about group phase. أيضا راح نشرح شنو هو الجروب فيز. وأيضا عندنا هنا translator والكومبايلر راح نتكلم عليها بنهاية هذا الفصل. فعندنا هنا طلاب what is compiler. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة، أحد يقدر يشرح لي شنو قلنا؟ تكلمنا عن الكومبايلر. هذا الكومبايلر هو برنامج يرجم الـ سورس بروجرام أو لغة الـ High Level إلى الـ Machine Level إلى الـ Machine Language. أحسن، المشين لان أحسنت. هو طبعا هنا is a program that translate compiler program، يحاول ترجمة البرامج الحاسوب السورس بروجرام اللي احنا نكتبها باللغات ذات المستوى العالي such as VB, C sharp, C++. كل هذه اللغات تعتبر لغات high level language. لما نكتبها بداخل هذا راح تكون عبارة عن سورس بروجرام يحاول into equivalent program, target program to low level language. كل هذه الداخل سورس بروجرام راح يحولها إلى مثل ما تكلمنا على المشين لانجوج، هي لغة الآلة صفر واحد واللي يتعامل وياها الحاسوب. فإذا تشوفون هنا أنا طلاب، عندنا هنا هذا السورس بروجرام هو اللي مكتوب بداخل اللغة البرمجية. راح نعمل عليه كومبايلر، الكومبايلر تايم راح يتحول كل السورس بروجرام إلى أوبجكتيف، إلى أوبجكتيف بروجرام. طبعا احنا تكلمنا على شنو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر. شنو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ أحد يقدر يقول لي شنو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ هذا الكومبايلر اللي يترجم. لا عثمان يا ريت غيرك، يعني اريد اسمع من بقية الطلاب. طلاب البقية، شنو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ يلا طلاب، انتم تعتبروا نفسكم بقاع على حد يستحي. اي تقال مترجم إذا وجد خطأ. شون عيدها. شون تقع. غير تقع لأن يمكن عندها فصل النت. هذا الكومبايلر يصير ترانزليشن موت سريع استاذ. بالضبط سريع صحيح. والنوب ذاك يكون سلو. تمام عشت ايدك. هاي واحدة من الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر. النوب الفرق بينها استاذي انه الكومبايلر يترجم. لا بعيد السؤال لان كانت يمي حال ضعيف صدق يقطع. من فهد الهاد اي دنيا استاذ انه الكومبايلر يترجم البرنامج كاملا والانتربريتر يترجم خطوه بخطوه. احسنتي. هذا واحده طبعا من الفروقات اللي بين الكومبايلر. هنا يقول الكومبايلر will stop translation if it find an error then execution the code. شي يسوي هنا الكومبايلر؟ الكومبايلر لما يحول لي السورس بروجرام الى الاوبجكتيف راح شي يسوي؟ راح يتوقف لي بالخطوه اللي موجوده بها المشكله. بينما الانتربريتر لا،
يسوي يحول البرنامج كله الى الاوبجكتيف، بعدين لما يلقى لاين ما يتحول لللاين اللي بعده، واحنا قلنا تكلمنا عليها بين الكومبايلر راح يظلل لي بالاحمر اذا كان اي ايرور بالسورس بروجرام، وينطيني بالاخير شنو الايرور اللي موجوده. هاي طبعا كلها موجوده بالهاي ليفل لانجويج. بعدين تجي عمليه الاكسكيوشن. الاكسكيوشن هو اللي مرحله التنفيذ الران تايم. احنا كملنا الكومبايلر، سوينا مرحله التنفيذ، الكومبايلر مضبوط، بعدين اخر شيء تطلع لي النتيجه مثلا اللي شفناها بالديف اللي هي بالشاشه السوداء، لما نلقى بالشاشه السوداء يعني معناتها، مو معناتها الطلاب لما تفتح لي الشاشه السوداء بين البرنامج مالته صحيح ونفذ لي بصوره صحيحه، لا، معناتها بان هذا البرنامج اللي انت كتبته وشفناه احنا من نفذنا البرامج اللي اخذناها باللاب، بين قسم مثلا من الطلاب هي مضبوطه مباشره طلعت عند النتيجه، لكن قسم من الطلاب لما يكتب الرقم بمثلا اخطاء، مثلا هو ايفن لا محوله اود، الاود هو ايفن، هاي ليش السبب؟ يقول لك هو ككومبايلر لا مضبوط ماكو اي ايرور، السنتاكس الليكسيكال كل هذين الامور اللي مربوطه بالكومبايلر كانت كتابتها صحيحه، لكن ككود كخطوات برمجيه كان بها بعض الاخطاء، مثلا اللي قلنا مثلا الاف النمبر تقسيم 2 يساوي صفر، مثلا طالب خطا قال سي اوت از اود، ذا نمبر از اود، هو المفروض شنو يكتب ذا نمبر، هو وشنو راح ياخذها مباشره من السي اوت شنو اللي طبعها. بس احنا هنا كبرمجيا لا مو صحيح، لازم شنو نكتب ايفن، بس ككومبايلر وسورس بروجرام كان مكتوب بصورة صحيحة. هنا أنا يقول the time at which the conversion of the source program to an objective program occurred, it's called compiler time, and the objective program is executed at run time. هذا طبعا هنا اللي يتكلم عليه هو عندنا مرحلة الكومبايلر تايم. هنا أنا هذا عندنا الكومبايلر تايم، خلنا نمسحها، عندنا هذا هذا مرحلة الاكسكيوشن هو الران تايم، وعندنا الكومبايلر تايم. هنا من تعدى من مرحلة الكومبايلر طلاب تحول لي الى الاوبجكتيف الى مرحلة الاكسكيوشن، معناته البرنامج مالتك اللي انت كتبته كله كتبته بصورة صحيحة لغويا وبرمجيا، بس مرحلة التنفيذ هو راح يثبت لي بأن البرنامج مالتك هل حقق لي الهدف المطلوب اللي أنا أريده لو ما حقق لي. عندنا بعدها هنا الكومبايلر ماس برفورم تو ميجر تاسك. كومبايلر ماس برفورم، هذا يسمونه الموديل اوف كومبايلر. موديل اوف كومبايلر بنقطتين اساسيه، هو الاناليسز والسينثيسز، الاناليسز والسينثيسز اللي موجوده عندنا. طبعا هنا الاناليسز بارت بريك اب ذا سورس بروجرام انتو كونستيتيوت بيسز تو كرييت ان انترميديت ريبريزنتيشن اوف ذا سورس بروجرام، والسينثيسز هنا constructs the desired target program from the intermediate representation, the back end correspond of the phases of code generation and optimization. طبعا راح نجي على خطوه خطوه من هذا ان شاء الله بالسلايدات القادمه، وراح نشرحها وشنو الاناليسز والسينثيسز. طبعا الاناليسز عندنا خطوتين بيه، هو شنو الطلاب عندنا، عندنا لما نكتب اللغة البرمجية هنا break up the source program. break up معناتها يقسم لي، يجزئ لي المصدر مالت اللغة البرمجية. هنا break up the analysis part break up the source program، يحاول على تقطيع أو تقسيم source program
المصدر مالت اللغة البرمجية. هنا أنا into constitute piece and create intermediate representation of the source program راح يقسم ليها إلى أجزاء وهم راح نأخذها إن شاء الله. يعني مثلا طلاب هنا أنا عدلة قلت if دكتور الصوت مالتك انقطع ماكو مشكلة بي هسه رجع اعتقد السؤال احكي ها اي موجود ماكو صوت. انا بدر البدور تقول ماكو صوت ميساء ماكو صوت اكو ليتنسي الساعة الاخير حاليا موجود هسه حاليا اكو طلاب عندكم مشاكل بالصوت؟ تمام. هنا طلاب مرحلة الاناليسز هنا راح يقسم لي اياها فراح يسوي لي اياها الى اجزاء راح ناخذها ان شاء الله بجزء الليكسيكال. هذا القوس يخلي لي بجزء الاكس بجزء هنا علامه المئه الاثنين بجزء اللي يساوينا كلها كل وحده راح يسوي لها بريك اب. هاي ذني كلهن يقسم لي اياهن على مود يشوف كل وحده من هذني السورس بروجرام اللي انا كاتبها بداخل البرنامج هل هي يعني منطبقه ضمن المعايير اللي اسست عليها اللغه البرمجيه. يعني مثال على ذلك يعني طلاب مثلا باللغه نقول مثلا بالسي بلس بلس هيك اكتب الاف هنا بس بالماتلاب لا هنا بالنسبه مثلا الاف اكتبها صحيح هنا بالاف واخلي القوس بس هنا ما اخلي مثلا علامه يساوي اثنين لا اخلي وحده. واذا اريد اسوي وإذا أريد أيضا أخلي بالعلامة يساوي وحدة أو لا يساوي فهاي المعايير اللي هم أسسوها اللغة البرمجية يريد يشيكها الكومبايلر. هل أنت اللي اللغة اللي قاعد تتعامل وياها حاليا هل أنت كاتبها ضمن الشروط مضبوطة لو مضبوطة؟ فلما يلقى خطأ بيها يعني ممكن نقول هنا أنا يعني مثلا بال نقول لغه باسكال القديمه يعني لازم ورا اف لازم اكو كلمه ذين مثلا بينما بال ذين بس هنا عندنا بالسي بلس بلس لا ماكو ذين احنا عندنا ايش راح نكتب نفتح قوس ونسد القوس او اللغه البرمجيه ذيك ما يحتاج ان نحط قوس نحتاج نكتب كلمه ذين. فهاي كلها يعني اريد اوصل لكم الفكره يجزئ للبرنامج على عده اجزاء ومن وبعدها يشيك لي اياها هل هي منطبقه للشروط او لا. السينثيسيس لا هذا التراكيب هنا يقول يؤسس البرنامج المستهدف المطلوب من التمثيل المتوسط وتتوافق النهايه في انشاء الشفره وتحسينها. هنا بالسينثيسيس عندنا الكود جنريشن والكود اوبتمايزيشن ايضا راح ان شاء الله ناخذها. والكود اوبتمايزيشن يعني الهدف منها الرئيسي هو عمليه تحسين للبرنامج يعني اوصل لكم يعني ابسط مثال عليها هي بالنسبه للكود اوبتمايزيشن هل انا اقدر اسوي كود اوبتمايزيشن تحسين للبرنامج او لا. مثال على ذلك نقول مثلا يعني عثمان هسه قاعد يكتب كتب البرنامج تقريبا نقول ب 100 سطر ونفذ للبرنامج وطلع التنفيذ مالته مضبوط. اجتي مثلا دنيا
كتبت البرنامج وكتبتها بخمسين سطر. هذا الخمسين سطر وعثمان كتبه بمية، هنا الفرق شنو صار عندي؟ صار عندي خمسين سطر عني. هذا شنو؟ هذا كل استهلاك للوقت بمرحلة التنفيذ. جوز انت عندك مية يمشي لك يا بس توقع عندك مثلا كود يوصل لفوق العشر تالاف فوق المئة ألف، إيش قد راح تحتاج إلى وقت؟ فأنت كمبرمج تحتاج أن تقلص بالنسبة للكود مالتك إلى أقل ما يكون، بحيث ينطيك بالنتيجة النهائية الهدف اللي أنت قاعد تبني البرنامج عليه. هذه مهمة جدا، أن تحتاج نسوي الكود أوبتمايزيشن للغة البرمجية مالتنا. طبعا هاي المهمة الاركيتكتشر اوف كومبايلر دائما تجي مهمة حيل. طبعا عندنا هنا اول شيء نبدي هنا السورس بروجرام. السورس بروجرام شنو قلنا عليه طلاب؟ السورس بروجرام الهاي ليفل لانجويج او الكود البرمجي. الكود البرمجي بالضبط، عافية. الكود البرمجي اللي احنا كاتبينه بالهاي ليفل لانجويج. طلاب على مود همينا نسمح للكل يعني المشاركة، يعني يا ريت الكل تشارك ويانا. اذا سألنا سؤال تقدرون تستخدمون هذا الزر مات اللي رافع ايده. هنا عندنا الكود البرمجي اللي احنا كاتبينه اول ما يبدي بالكومبايلر هو عندنا الليكسيكال انالايزر. الليكسيكال انالايزر وان شاء الله راح ناخذه هنا، والسينتاكس والسيمانتيك والانترميديت كود جينيريشن، هذا يعتبرونه المرحله الوسط اللي شلون هناك الانالايزز والثنسز هنا يكون مرحله وسط. بعدها عندنا الكود اوبتمايزيشن وايضا عندنا الاخر شيء هو الكود جنريتر. الكود جنريشن هذا اخر شيء يجي وراها. عندنا بالاخير يجي التارجت بروجرام. التارجت بروجرام هذا التارجت هو اللي يمثل لنا باللو ليفل لانجويج، وايضا عندنا تتحول الى المشين لانجويج وهي لغه الاله بالصفر والواحد. هذا طبعا الرسم من عندكم مطلوب، راح ادزكم اياه ان شاء الله المحاضره. وايضا المحاضره البي دي اف هم ادز لكم اياها واضحه بالرسم. هاي مطالبه من عندكم ان تحفظون الرسم. الاركتكتشر اوف كومبايلر مهم جدا. هنا to perform these tasks compiler operate in these phases each of which transform the source program from one representation to another. A typical decomposition of the compiler is shown in the following figure. هنا هذا الرسم قاعد يشوف لنا يشوف لنا الخطوات والهيكلية مالت الكومبايلر من تبدي عندنا بالسورس بروجرام ولحد ما تنتهي عندنا بالتارجت. آخر شيء عندنا هذا التارجت بروجرام ولغة الآلة. هنا نشوف طلاب هذا الليكسيكال. هذا الليكسيكال أحد وأهم الأنواع اللي موجودة في الكومبايلر أركيتكتشر. طبعا هنا الليكسيكال أناليزر is the first stage of a compiler. Its main task is to read the input character and produce as output as a sequence of token that the parser uses for syntax analyzer, whose purpose is to separate the income source code into small pieces token, each representing a single automatic unit of language, for instance, keywords, constant, variable name, and operator.
يعني طلاب هسه حاليا اللي تكلمنا عليها هي الليكسيكال. الليكسيكال هي احد الانواع الرئيسيه اللي موجوده في الكومبايلر اركيتكتشر، على مود نتعلم ونعرف هو شنو الليكسيكال انالايزر. هو يقول اول خطوات الكومبايلر، الهدف الرئيسي من عنده هو القراءه المدخلات الكاركتر مال السورس بروجرام، قراءه مدخلات البرنامج وانتاج output produce as output of a sequence، وايضا الانتاج مخرجات متسلسله من التوكنز. التوكنز هسه راح نشوفكم هو شنو التوكنز that the parser use syntax analyzer. طبعا هنا whose purpose to separate the incoming source program into small pieces. الهدف الرئيسي مالته هو هنا whose purpose، الهدف الرئيسي مالته، الهدف الرئيسي مالته هنا عندنا هذا الهدف الرئيسي مالته هو to separate the incoming source of code into small pieces. الهدف الرئيسي مالته هنا الهدف الرئيسي ما هو تقسيم السورس، مصدر اللغة القادمة into small pieces، إلى pieces، أجزاء صغيرة تسمى التوكن، تسمى التوكن. هاي التوكن هسه أشوفكم إياه هو مثل keywords، constant، variable name و operators. هسه نجي مثال على ذلك طلاب. هذا هنا عندي هذا الانبوت، هذا عندي هنا الانبوت، هذا من هو؟ هو هذا source program read character، يقرأ الكاركترات اللي موجودة عندي. عندي lexical analyzer هسه أخذ source program، أخذها من source program الرئيسية مالتي. هنا أنا عندي source program، أنا عندي لغة برمجية تتكون من 100 سطر 1000 سطر. هنا إجى عليها واحد واحد من البداية، من هاش، إذا بديت أنت مثلا نقول بهاش انكلود، من هاش انكلود بدأ يقسم البرنامج إلى أجزاء. هو هذا من هو؟ هذا الليكسيكال. الليكسيكال راح يجزئ لياها إلى small pieces. small pieces أجزاء صغيرة تسمى توكن. التوكن هذا كل الأجزاء راح يخلي ليها ضمن الكومبايلر أركيتكتشر. بعدها ينتج لي من ضمنها syntax analyzer. هنا أنا هذا بالأخير ينتج لي syntax analyzer للsource program. شون الليكسيكال يشتغل؟ شون الليكسيكال يشتغل؟ الليكسيكال ايش راح يسوي لي اياها؟ راح يجي يقسم لي السورس بروجرام الى عبارة عن small pieces. هذا هسه انا عندي هاي اللي قاعدة كاتبها انا، هاي اف، عندي قوس الاكس اكبر من 3.0 1. هذا 3.0. شوفوا طلاب هنا بالنسبة للليكسيكال انالايزر ما يعرف هذا الاف هو شنو، ايش راح يسوي لي؟ راح يقسم لي ويجزئ لي اياها كل حرف موجود بداخل السورس بروجرام بداخل مربع. سنجل اوتوماتيك يونت اوف ا لانجويج، كل واحد راح يخلي لي مربع. هسه انا كتبت هذا، هذا اللي عندي انا اف هذا الاكس اكبر من 3.0.1، خليت فاصله هنا أنا. ما كتبت كل شيء. طبعا هذا الكومبايلر ايش راح يسوي؟ شوفوا طلاب، اجى هنا هذا الاف مربوطه هنا عندي ويا عندي القوس، اجى اخذ الاي هنا، اجى اخذ الاي وخلاه بداخل التوكن الاول هنا، هذا السمول بيسز. اجى الاف نفس الحاله هنا، القوس نزلها، اكو فاصله بين
بين القوس هذا، حتى السبيس اللي انت تخليها ايضا يخليها بداخل مربع. انتم قاعد تشوفون هاي المربعات الفارغه طلاب، هذه المربعات الفارغه معناتها المبرمج خلى فاصله بين هنا الحرف والحرف الثاني، فايضا يطلع لك اياها بداخل توكن. فهنا راح يحط لي اياها بفراغ، هاي معناتها اكو فراغ بين هذا وعنده 3.0 واكو فراغ، والمفروض اكو بعدها قوس، بس هو ما اخذ يعني كمثال عليها. فهنا هذا الكاركتر ستيم حول لي اياها الى داخل الليكسيكال انالايزر. شوفوا طلاب هنا ايش سوى، هاي اللي راح شلون تتحول الى توكن ستيم. هذا عندي اني الجزء البرمجي، ايش راح يسوي لي هو؟ ايش راح يسوي لي الليكسيكال انالايزر؟ راح يجي يقول الاف. انا بالنسبه لي انا عندي باللغه البرمجيه عندي اربع شغلات رئيسيه، اربع شغلات رئيسيه. الكي ووردز هنا، الكي ووردز طلاب، كي ووردز معناتها كلمات محجوزه بداخل البرنامج ما ممكن تغييرها. الكيوردز كلمات محجوزة بداخل البرنامج ما ممكن تغييرها. يعني مثال على ذلك الاف، الفور، الوايل، انتجر، عندي يعني الى ما لا نهاية. هاي الكلمات ما ممكن انا اغير. يعني انا ما ممكن اقول الاف أسويها FI، ما ممكن. أنا كلمة محجوزة عند الإف وما أتلعب بها. وثانيا هاي الكلمة ما ممكن أن أستخدمها يعني as variable، يعني متغير أستخدم الإف، أستخدم أي كلمة ثانية بس الكيوردز لا تستخدمها. هذا البرنامج راح يسوي لما يعمل كومبايلر وانت مستخدمة variable، راح يصير عنده تضارب وراح ينفذ لك عندك البرنامج. يعني شنو يقول لك؟ يقول لك الاف انا معروفه عندي هي كيوردز، كلمه محجوزه للبرنامج لاداه شرطيه. فور ايضا، لوب، الوايل، الكيس، هذني امور السي اوت سين، هذني كلمات محجوزه ما ممكن انا استخدمها بغير الكونستنت. الكونستنت من يعطيني مثال على الكونستنت طلاب؟ كونستنت الباي عندي هنا الكونستنت هو ثابت، القيمة الثابتة 3.14. ما ممكن أنا أقول يعني أنا من أسوي الباي أكتبها 3.5، لا، هاي بالنسبة كونستنت موجودة عندي بداخل البرنامج وما ممكن أن تتغير. الفاريابل نيم، الفاريابل نيم شنو نقصد بها طلاب؟ الفاريابل نيم اسم متغير. مثل ايش يعني؟ شلون نستخدمها؟ مثل انتجر اكس. شنو الشيلان؟ يعني انتجر اكس يكون بالضبط. احسنتي. هنا عندنا اذا عندنا مثلا الاكس مثل ما اخذناها الان نمبر، يعني قلت لكم قولي الرقم الكبير بين ثلاثة ارقام، اكو قسم من الطلاب اخذ اي بي سي، اكو قسم من عندكم اخذ N1 N2 N3، اكو قسم منكم اخذ XYZ. هاي عبارة عن variable name متغيرة، انا اقدر اخذها واغيرها وكيف اللي استخدمه، وتعتمد على المبرمج اللي ياخذها. هاي تسمى variable name. الoperators شنو نقصد بالoperators؟ اقواس. الاوبريتورز بالنسبه للاوبريتورز من ضمنها الاقواس والنوب. فارزه منقوطه. لا، العمليات. احسنت. العمليات اهم شيء اللي هي موجوده، الاوبريتورز، العمليات الحسابيه، الضرب، الزائد، الناقص، القسمه، الاقواس، هاي كلها تعتمد على الاوبريتور. هنا ايش راح يسوي طلاب؟ هسه عندي هذا الليكسيكال، عندي الكود هنا اللي موجود احنا اللي كاتبينه، ايش راح يسوي لنا؟ راح يقسمها على هنا. شوف، اجى هذا التوكنز، اجى هنا
التوكنز اللي عندي. قاعد تشوفون هنا أنا هذا عندي الليكسيكال، اجي أخذ أول واحد هو الإف. الإف هنا أنا عندي ثابتة ما تتغير، سوى حول لي إياها بالكيوردز، يعني خلالي هذا أول كلمة. طبعا أنا لما عندي أكثر من كود موجودة، ودائما عندي فد 10-20 سطر موجود، ايش راح يسوي لي؟ راح يقسم لي إياها ويخلي كل الكيوردز بداخل هذا المربع. شوف الإف جابها وخلاها بداخل التوكنز مال الكيوردز، قال هاي كلمة ثابتة. أنا ها البراكت نزل لي إياها، شكو براكت نزل لي إياها. أيضا الايدنتيفاير، هنا الايدنتيفاير هو نفسه الفاريبل نيم، الاكس، الاوبريتر عندي نزل لي إياها، العملية الأقواس، العمليات الحسابية، والأرقام النمبر أيضا نزل لي إياها. فهاي كل السورس بروجرام راح يتحول لي إلى مجموعة من التوكنز. هاي على مود يساعد الكومبايلر يشيك لي مثلا بالكيورد من هي الكلمة الخطأ، إذا كانت كلمة خطأ ومخليها بالكيوردز راح مباشرة تطلع عندنا. هذا طبعا ايضا كسورس بروجرام. هنا عندنا الاي يساوينا البي زائد السي زائد هنا الليكسيكال انالايزر يحول اياها الى توكنز. هاي قلنا بالسينتاكس وراح ناخذها ان شاء الله، السينتاكس انالايزر شلون يتحول اياها، هي اكثر شيء تتحول اياها الى تري. لكن الليكسيكال عموما لازم نتعلم ونعرفه بان السورس بروجرام راح يجزئ ليها الى عده توكنز والى سمول بيسز اوف توكنز. سمول بيسز اوف توكنز يقسمها على مود يشوف الكلام اللي موجود بداخل السورس بروجرام هل كتب بصوره صحيحه وانطبق على ضمن الشروط اللي موجوده بداخل اللغه البرمجيه او لا. عندنا السينتاكس انالايزر، سينتاكس انالايزر and whose purpose is to combine the token into well-performed expression statement and program is to check the syntax error. يعني هنا إذا تشوفون طلاب عنده word syntax analyzer، عندي ال F، هذا ال B يساوينا صفر وال A يساوينا B، فازة منقوطة، راح يحول ليها إلى lexical analyzer، هاي الى عبارة عن توكنات قسم لياها الايدنتيفاير الاوبريتر حول لياها، بعدين اجى السينتاكس انالايزر حول لياها الى اف انطاني الى بي والصفر، وبعدين الاي يساوينا الى بي. على مود لا تدخون بالنسبة للسينتاكس انالايزر، الهدف الرئيسي مالته هو عملية تحويل من عملية تحويل السورس بروجرام، بعد أخذها من الليكسيكال، بعد أخذها من الليكسيكال أنالايزر إلى التري أو بارسر تري، يسمونها السينتاكس تري أو بارسر تري. فهنا لما يتحول إلى توكنات بعدها يأخذها على شكل تري. هنا هل تساوينا بالنهاية، هنا عندنا الاف البي يساوينا صفر، هذا الاف هنا البي يساوينا صفر، بعدها الاي يساوينا البي، وهنا الاي يساوينا بي. فالهدف الرئيسي مالته هو عملية تحويل التوكن بعد أخذه من الليكسيكال أنالايزر إلى بارسر تري. هذا هنا ايضا عندنا هنا السنتاكس انالايزر. شوف طلاب هنا كلها هنا يقرا لي، هذا عندي الليكسيكال انالايزر، هنا هذا الليكسيكال انالايزر، عندي هذا السورس موجود
source code هنا أنا حول lexical بعدها أخذها syntax analyzer. صوتي قابل ها طلاب واضح الصوت؟ لا صعب واضح طلاب. هذا طبعا يعني أنتوا تعرفون الانترنت يعني قسم من المناطق اللي موجودة مرات الانترنت يومهم تعبان فتعتمد على الخدمة اللي موجودة عندك. فعلى كلنا احنا على مود نحاول يعني الغاية الرئيسية مالتنا قسم من اخوانكم عندنا 15 طالب هم بالدرجة المسائية وموظفين فما يقدرون يعني الصبحية او الظهرية لان يرجعون الساعة بالثنتين بثلاثة فارتئينا بأن تكون المحاضرة بالليل بس هاي يعني لحد الآن احنا يعني حكينا ويا القسم بس ما حصلنا موافقة رسمية عليها. نحاول يعني نوازن بين الدراسة بالليل وأيضا شغلة الانترنت فالانترنت معضلة ما ممكن حلها بالعراق يعني نعطيكم اياها من الأخير إن حتى لو خليناها العصرية الظهر بالليل الانترنت عبارة عن معضلة ما ممكن حلها بالعراق بس احنا نشتغل بالموجود. نعم استاذ محمد بس بالنهار الصبح يعني ماكو هاي المشاكل حتى انا يمكن طلعت من المحاضرة 5 مرات أو 6 مرات يمك الخروج والدخول حتى بس اسمع صوتك كل شوي يقطع بالنهار ماكو هذا الحكي يعني الصبح ماكو هذا الحكي بالليل يصير لود استاذ انت اعرف انه بالليل يصير لود. لا ادري ادري محمد بس انت يعني الصبحية يعني أنا أقول لك اللي هسه أنتوا ما شاء الله الآن يعني داخلين عندنا فوق 32-33 واحد بس الصبحية يجوز اللي راح يدخلون يجوز 5-7-10 يعني 20% اللي ما راح يدخلون فإحنا لازم وهسه أحمد هسه أنت تراسل وياه كان يحكي ويا أستاذ مهند يقول ما جاي افتهم كل شيء طلعت من المحاضره يعني صوتي قطع وقبل شوي كتب لك ولد اسمه والله ما اعرف ايش اسمه ما موجود الكتابه كتب لك ترى استاذ كل شيء ما جاي افتهم صوتي قطع ليش المحاضره بالليل مو بس انا يعني هذا مو بس حكي انا والله محمد يعني نحاول احنا بالنسبه لنا هذا طبعا المحاضره تعرف بها مسجله فاللي بتعرف بالتسجيل ما راح يكون اكو تقطع عنده وانا نزلتكم المحاضره الاولى شفت اللي ماكو تقطع فاحنا ان شاء الله اذا اي مشكله بالمحاضره يعني ما قدرتوا تفهمون خطوه او نقطه رئيسيه نعيد لكم اياها بالمنتجون لللاب. حاليا كل اللي احنا نتكلم عنه هو عباره عن شرحيات بالفصل او الفصل الثاني بالفصل الثالث لا راح تبدي بنعدنا الجرامر ولا نحتاج أن تكون المحاضرة مالتنا بالمختبر. أنا أقول لكم نحتاج أن تكون المختبر لازم عندنا صبورة ونشرح لكم أفضل من الأونلاين. محاضرة مسجلة إذا عندك أي صعوبة تقدر تستمع لها بعدين وإذا شفنا بالنسبة للطلاب راح نسوي استمارة ونشوف الوقت المناسب لكم الوقت المناسب لكم. إذا أغلب الطلاب ارتأوا أن يكون المحاضرة الصبح طلاب أنا ما عندي أي مشكلة إذا تريدون المحاضرة أن تكون الساعة 10 بالنسبة يوم الأحد أنا ما عندي بس محاضرة وياكم البقية محاضرات ما عندي بس ما أعرف أنتوا عندكم مختبرات يوم الأحد لو بس عندكم السبت بس السبت عندكم محاضرة لا ما عندكم الأحد لا ما تمام راح انزل استماره نشوف الوقت المناسب للجميع واذا ارتيتوا ان تكون المحاضره الصبحيه ما عندنا اي مشكله تتحول المحاضره الصبحيه ونجرب الانترنت عليها ان شاء الله. نكمل محاضره هنا فهنا عندنا هذا السنتاكس انالايزر قلنا الهدف الرئيسي مالته هو ياخذ السورس التوكنز من الليكسيكال ويحول لي اياها الى التري. هاي بالنسبه للسنتاكس انالايزر.
semantic. عندنا semantics whose function is to determine the meaning of the source program. Determine هو العملية تحديد المعنى مالت السورس بروجرام. يعني أكثر شيء يسوي عملية checking, type checking. Type checking هنا أنا طلاب يعني شو يشيك لي بالسورس بروجرام, هل احنا اللي كتبنا الكود البرمج كتبناه بصورة صحيحة لو لا. وطبعا اغلب الاخطاء اللي موجودة هو عندنا بالسيمانتيك. ليش؟ لان مرات تشوفون عندنا بالكومبايلر الايرور, يعني مثلا انا خطأت وهيش كتبت هاي طبعا راح تكون عندنا ان شاء الله مثلا الفور كتبتها هيك, انا محجوزة عندي الفور بالكيوردز هكذا, بس لما اجي واكتب مثلا اضيف وياها اي, هذا من هو يعني الفاكشن او الوظيفة الرئيسية اللي موجودة بالكومبايلر على مود يشيك لي هل الكلام اللي موجود بداخل السورس بروجرام كتب بصورة صحيحة او لا. من هو؟ هو السيمانتيك. Whose function is to determine the meaning of the source program. والهدف الرئيسي مالتك, an important part, هنا أنا, an important part of semantic analyzer, هنا أنا الجزء المهم اللي موجود بالsemantic analyzer is type checking. Checking, type checking هو عملية تحقيق أو تشيك للكلمات اللي موجودة بداخل البرنامج. يعني مثال على ذلك مثلا السي ان او السي اوت, كتبت هكذا السي اوت, سي اوت مثلا ضفت إلها حرف اس, الاف سوتها هيك اف اي, هذا شويها, هذا عبارة عن كلمات كيوردز انا منزلها بالبرنامج. الانتجر انا هيك كتبتها, مثلاً انتجر, وايل, الوايل مثلاً وايل طلاب من عندهم يلاطون بيها, وايل كتبتها هيك. هاي طبعاً راح يقول لك أكو خطأ هنا, بس من الدحك تقول ما عندي أي خطأ, بس هو الخطأ وين؟ صحيح أنت مستخدم الوايل واللي تريد أن الكونديشن مالتك يكون وايل, بس اكو بالتايب تشيكينج بين, واغلب اللي هاي ليفل لانجويج تنطيك الايكويفالنت مالته يعني الصحيح. الواير يقول لك لا لازم المفروض تكتبها, وايضا عندنا بالويرس لما تكتب كتابه اكثر يطلع لي خط احمر يقول لي هذا خطا, لما اضغط على اليمين يقول صحيحة المفروض تكون كذا وكذا وكذا, ينطيني عدة خيارات موجودة, بس باللغة البرمجية ينطيني الكلمة الصحيحة, يقول مثلا كان تقصد بها كذا لو كذا, فإحنا لازم نختار الكلمة الصحيحة. فالسيمانتكس هنا علي ثقل كبير, هاي واحدة من عدها وهي الكيوردز. الشغلة الأخرى اللي موجودة هنا عندنا بالسيمانتك هو مثال على ذلك, نقول يعني مثل ما تكلمنا بيها الفلوت والانتجر. إذا أنا مثلا عندي أريد أشيك الرقم الكبير الرقم الصغير, عندي مثلا عندي هنا 3.11, أنا ما يصير أقرأ هذا انتجر, هذا ما يصير أقرأ انتجر, لأن شنو هذا؟ ريال, هذا رقم جعله انا ما هنا عندنا هذا مو بالنسبة, هذا مو انتجر يعني رقم حقيقي, فاني لازم استخدم الكسري ويا فلوت بيها ابو حيدر فلوت استاذ. فهنا عندنا هذا طبعا التايب تشيكينج اللي موجوده داخل السيمانتكس, واغلب
الأخطاء الإملائية أو الـ meaning of source program تعتمد على السيماتكس. فشكو ايرور موجود يطلع لنا اياه بالنسبه للكيوردز الكونستانت الفاريبل اوبريتورز هذني كلها تعتمد على السيمانتكس انالايزر. فاحنا ايش قلنا طلاب؟ احنا بالبدايه احنا عندنا اول شيء قلنا عندنا هنا الليكسيكال، بعدها يتحول الى syntax يحول لي اياها الى تري، هاي syntax الى تري، وبعدها بعد syntax يحول لي اياها الى يشيك لي اياها الى semantics. semantics تشمل كل شيء، واهم شيء اللي موجود به هو عندنا التايب checking. تايب checking اللي موجود بداخل semantics. هاي ايضا مثال عليها طلاب هنا، يعني هنا كمثال احنا مخلينا بداخل هنا عندنا السيمانتكس انالايزر، عندك الستاتيك تكلمنا عليها بالنسبه للكلمات الكي ووردز، عندك هنا الايرز اذا نكتبها بصوره مو صحيحه، static semantics بالنسبه للانتريال والانتجار هذا يعتمد على السيمانتكس انالايزر. عندنا طلاب هنا اللود هو هذا الثاني اللي موجود بالكمبايلر، راح نخليه على المحاضرة على الجاي إن شاء الله. فأخذنا هنا بالكمبايلر two phases الأناليسز والسينثيسز. الأناليسز هو هذا الفرونت اللي موجود اللي يتكون من عنده lexical وعندنا syntax والsemantics. تكلمنا على lexical يحول البرنامج إلى small pieces of token، وكل واحدة من source program يحولها إلى مجموعة من التوكنات ويقسم لها هذا keywords operator constant، وبعدها يحول لها إلى syntax. syntax كنا هو الفكره والوظيفه الرئيسيه مالتي الكود اللي استخدم السكر الى الشجري. بعد تجي النقطه اللي بعدها وهي اللي تكلمنا عليها سيمانتيك. سيمانتيكس الوظيفه مالتها الرئيسيه هو ديترماين وتحديد المينينج اوف ذا تحديد للهدف الرئيسي و الكود البرمجي checking في على تشيك للكود البرمجي اخطاء لا بال باي constant باي variable مو السورس بروجرام. الثاني هو اللي الفاصل هو الانترميديت كود جنريتر، وبعد اوبتمايزيشن وود بايشن ولدنا تارجت بروجرام. احنا نتوقف هنا حاليا لان ما اريد اسمع علي ما في ساعه الى السابعه، ما يعني ناخذ شويه قطع. انا اريدكم تراجعون البقيه، بكمل الكومبايلر على كتتشر ان شاء الله. راح تكون عندنا الامتحان كويز، تخلون الشيء يتراكم عليه لمده 6 هنا ستوب كودينج.